أنا إيش طه، ربيت وترعرعت بالموصل القديمة، كل ذكرياتي معظم حياتي كانت هناك، مدرستي، طفولتي، أصدقائي. أنا كان في بالي شيء، يعني كنت أتوقع أنه داعش في راح يزول في يوم من الأيام، فكنت أوثق كل الأحداث اللي كانت عصير هذيك الآونة الأخيرة، من صعوبة، من مآسي، من جوع. بس سبحان الله صادفت أنه هاي الأحداث كلها أنا عشتوها بكل تفاصيل المؤلمة. يوم 16/4/2016 نزل صاروخ علينا على البيت. غريب أنه كان بالبيت والدتي وأخوي الكبير وزوجة أخوي وولاد أخوي، مع الأسف أنه توفوا كلهم بصاروخ. جيب لي عكازات بس تأخذ اللوحات أرسم أرسم